مرحبا بكم على قناة خالد بايورسوف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نسمعوا 4 ديال الاغاني ديال الالترات ديال المغرب، غادي نختاروهم وباش غادي نعرفوا شكون احسن اغنيه ديال هذه الالترات هادو. يعني نتوما خصكم تكومونطيو وتصوتوا على احسن اغنيه، وحنا غادي نحسبوا لي كومونطير ونشوفوا شكون هي احسن اغنيه. نبداو باول اغنيه، هي ديال الجماهير السوسيه ديال اكادير ريد ريبلز، نسمعوها. هذه اغنيه معبره صراحه، عجبتني. علاش؟ لانها كتعالج بزاف ديال المواضيع، منها داك لابيسي اللي وقع في الملعب ديال مولاي عبد الله وبزاف ديال الحوايج. نسمعوا. هذه حكاية واقعنا المأزوم، يعني أبدأوها بالواقع ديال اللي كيعيشوا المغرب، بعيد على كرة القدم، بعيد على يعني المجتمع ديالنا والمشاكل ديالو. صاحبي شوفوا دير زوم. هنا هضروا على الفيضانات اللي حفرت القبور ديال، الى عقلتوا على واحد الملعب، دوك الناس اللي توفوا تما الله يرحمهم، فجاء الواد وهز التيران باللعابه ديالو بكلشي الله يرحمهم. والمسؤولين في خبر كان. نفكروهم بشوية المونديال. صرفوا المليار وحصدوا العار. كبار كراطة في الكابيتان. وزين ارحل وش هاد المونكر. كل شفاف. ربي ينتقم من كل الشفار. كلمات معبرة الصراحة، هذه راه كنسمع، شوف تقدر تسمعها وتعاود تسمعها وتعاود تسمعها، راه برافو عليهم. كلمات زعما راه شتي القافية كيفاش ملعوبة، والموضوع اللي عالجوش كي داير، راه بزاف ديال الفنانة دابا غير كيغني ولكن ما كيعالجوش مواضيع بحال هذه. يعني المشاكل ديال المجتمع اللي خصنا نهضروا عليهم وخص نترافعوا عليهم. علاش؟ ماشي باش نوضوا بالبالة ولا لا، باش المسؤولين يحلوا عينيهم ويعرفوا اننا متبعين، اننا باغيين الخير لهذ البلاد. أزمة افتعلوا أجيال سوى ولادهم قروا شعوب دمصور. كل صبيحة للسكول غادية، يعني شوف هذه الطفله هذه اللي دارت ديك الوقيته ضجه، هضروا عليها وعالجوا. يعني راه شوف كيعالجوا المشاكل ديال المجتمع، ماشي غير صافي ان كره تدخل الشبكه ويرا غلبنا، لا. هذا الشيء يلطرات الاغاني ديالهم راه اكثر من هذا الشيء، راه خصهم ينبذوا الشغب، يوصلوا ميساجات نقيين بحال هذا الشغب. ما عندنا ما نديروا به. ناديه المنظومة الجانية، شيء
بارول لكاع المغاربه زعما راه ماشي 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 داروه غير الالترا ديالهم ويشجعوا الفريق ديالهم عندهم طرق اخرى باش كيشجعوا قال لك زعما هادشي كيخص كاع المغاربه مشاكل ديال المغاربه كاملين صالي لا هما هادو راه برافو عليكم راه كلمات حتى الموسيقى حتى اللحن كيفاش ملعوب وهذاك راه برافو عليكم من احسن الاغاني ديال الالترا قالوا هاد الجروبي ربما ما بقاش ندوزو يعني اللي بغى يصوت الجماهير السوسيه كتب الحسنيه في تحت في لي كومونتير الحسنيه حوسه هنا ديال الجديده تحيه للجماهير ديال الجديده صراحه الجماهير الجديده واحد السيد عاود لي على الجديده بصفه عامه ياك الناس تما محترمين لدرجه ان قال كتمشي في الشارع تقدر تزحف شي واحد هو يقول لك سمح لي يعني اش بغى يوصل لي بغى يوصل لي ان الناس تما بحال اللي قلتي الجنوب الشرقي حنا الجنوب الشرقي لهاد الجهه راه الناس دراوش الناس داخلين سوق راسهم ما تلقى مشاكل ما تلقى صداع مع حتى شي واحد اذا تحيه للجماهير الجديديه نسمعوا نسمعوا والدليل على هادشي انهم دايرين ربما العداوه مع حتى شي الترا ياك ما عرفتش وريكم الواقع المستور اسمع عاود جديده نشوف واش قالوا زيرو نول زيرو نف زيرو نف اللي ما فهمش هو القانون القانون اللي دار على بعض الخروقات ديال الالترا المهم نسمعوا شوف شوف اغنيه في المستوى ما بغينا نهضر بعيد على الاغنيه كيبقاو فيها جماهير بحال ديال اسفي ديال الجديده ديال هذا يعني مازال ملي كتقول الجماهير ديال الرجاد الوداد ديال بركان ديال هذا يعني عندهم قدامهم واحد الهدف ديال البطوله ديال كاس العرش راه حشومه هاد الفرقه هذه اللي زعما راه قديمه عندها تاريخ في القدم ولكن ما كتلعبش على شي القاب علاش العام اللي جاي هي كتشوف غير منتصف الترتيب غير ضمن انها ما تطيحش علاش ما ينوضوش بشي سياسه للرئيس للمكتب ديالهم لهذا شي سياسه حتى هما ينافسوا على اللقب علاش ما نشوفوش جديده اسفي كتنافس على اللقب كتنافس على كاس العرش كتنافس على هذا يعني كتشوفوا غير كينشطوا البطوله في نفس منتصف الترتيب ورغم ذلك حنا شفنا قال لك ما نسمحش في الخضره يعني الجماهير باقيين معاهم وكيضحيوا معاهم وكيمشيو معاهم وكيخرجوا كيمشيو الالي روتوريك شحال من دوره غاديين جايين معاه وفي الاخر المطاف كتشوفهم انهم كيضربوا غير باش يبقاو في منتصف الترتيب يعني هذا ميساج علاش نتوما علاش البطوله نتوما ما تنافسوش عليها شكون ناقصكم ما هو مادي ولا معنوي ولا ما فهمتش المهم نكملوا هذه من احسن الاغاني تاعي سرقوا فينا بالاشاره راه مازال ما سمعتش راه غير طلقت هذا بو غادي مع راه كنقرا باش ما تقولش هذا راه حافظه ولا شحال بغيتو تحكمونا دمرت حقوقنا وسلبت حقوقنا ماشي الشهرة اللي بغينا على حقوقنا وحقوق الناس رحنا دوينا الإنسانية اللي بغينا I'm not afraid.
التعبير مشروع في هذا البلد. اللي قلنا كيمشي ويريسكي ويمشي ويضحي وغادي بفلوسه آلي روتور ويقطع في الكار ويشوف الترونسبور ويهزوهم في الفارق ويتكرفص، يعني خصهم حتى هما يكون عندهم هدف ديال البطولة ولا كاس العرش ولا هذا زعما راه خص المسؤولين، خص المسؤولين ديالهم، لا الرئيس لا المكتب لا هذا. يعني واش كتفيقوا الصباح كتقولوا يعني اننا فريق ندوروا العام كما كندوروه كاع هادشي اللي فات؟ ما فهمتش من عقليه عندكم. دائما اي فريق اي واحد كيطمح لشي حاجه انه يوصلها، انتم العام اللي جاي نفس الرويضه كدور. هما اللي مسلمين وحنا غير داوين اسلامنا ماشي فري، هادشي فاش كانت الحكومه يعني علاش هضرنا الكوميتي هما دوك يهضروا عليهم؟ يعني اللي جا كيشوف غير جيبو، كيشوف غير يعمر جيبو، هذا ما كيشوفش الفرقه خصها تنافس صعب. شحال اليوم نتوما في البطوله علاش ما استفدتوش؟ صير عمتكم الزرقاء 4000. نصرفوا على رواحنا حتى حد ما يعطينا. كيقولوا انهم كيصرفوا من جيبهم، مو كيصرفوا من جيبهم، راه شفنا الالترا ما كتبغيش شي دعم. خصكم تعرفوا ان القانون ولا اللي معروف على الالترا ان خصها ما تشدش الفلوس من شي جهه. بلا ما نهضروا على بعض الالتراس، بلا ما نهضروا على بعض الالتراس اللي يعني المؤسسين ولا الناس اللي معروفين فيها، راه كيفاش كيتصوروا مع اللعابه ومع المكتب والحديد اللي عندهم، من اين لك هذا؟ واش اختلستي الالترا ولا اختلستي الفرقه ولا كيعطوك باش تسكت؟ كاين بزاف ديال الجمهور دابا اللي نضوا يغوتوا الاطراد ديالهم ساكتين، علاش شادين؟ وحنا موراك جا من هار تشرينا. يعني باش ما نطولوش الفيديو، اذا اللي بغي يصوت على الاغنيه ديال الجديده دي اش جي ولا الجديده، ندوزو ديال اسفي واحد الاغنيه هنا ديال الالترا ديالهم الترا شارك. كنت كنمونطي بها في لي ماتش ديال الترجي، الصراحه اغنيه عجبتني. لا فلفل، سمع حتى الكلمات مزيانه. ميسيون جامي تسالي، كان مونتي درت بها شي جوج ولا ثلاثه ديال الفيديو، الصراحه عجبتني بزاف. هذه مونتيت بها فاش غلبنا ب 4-0، مقابله فين غلبنا ب 4-0. حاضرين كالعاده لما تحدينا لادفيرتور، شي عادة نفسي حرارة مصفي ويبير لا كولتور ونقاهو الإعادة في دي معها يسرى اللي صير سمادي سالي أميغو كنطريق أميغو معادي ميسيو جامي سالي بامو بامو
يا لا 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 وبامو بامو هيلا هو يا لا 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 ونية واعرة. هذه شكون اللي خلانا تكون واعرة بزاف؟ اللحن ديالها بزاف اكثر من الكلمات، واخا الكلمات زوينين ولكن اللحن حضرين كي العادة ونتحدينا لادفرتور استي وماشي عادة نصفي ولا نصفي ويبور هي مطمور مضى إذا اللي بغى يصوت على الجماهير المسفيوية يكتب أسفل تحت في الكومنتر. ندوزو لآخر فيديو، يعني درنا ربعة ومازال غادي نديرو ربعة أخرين. الجمهور المكناسي، تحية للجمهور المكناسي، ربما راهم مكلاسين مزيان وكنتمناو لهم الصعود والعودة للبريمير سيري، يعني يرجعوا دابا لهذا وكنتمناو لهم أنهم يرجعوا للقسم الأول، لأن المكان ديالهم الحقيقي هو القسم الأول ماشي الدوزيام سيري ماشي الهواز. ما عرفتش هادي علاش غناوها. الريدمان 2015 هذا غير كنسمع كنتفكر داك فاش وقع لهم مشكل وكيبكي مدرب الحراس ديالهم. هاد الموسيقى باش مونطاو داك الفيديو. شوفونا بس مسيحة تكلم دول متخلصو من طنجة العيون يا يوم الفرقة الغنبورة مسجون كل عام نقولوا سيفيني راح نطلع العيد، ربما وماشي ربما كندعيو الله ان هذا العام غادي يطلعوا ان شاء الله. إدارة بفلوس الفرقة شافري والمسرحية نعيشوها هذه سنين العجازة ولات في الكوضيم دار العجازة ولات في الكوضيم كيجيبوا غير كنتمنوا التغيير. إلا بغيتي تصوت على الأغنية ديال الكوضيم مكناس ولا الكوضيم اللي كومونتي. إذا وصلنا آخر هذا الفيديو كنتمنى أنه يعجبكم و الفيديو الجاي ان شاء الله ربعه ديال الاغاني اخرين ديال الالترات اخرين وتصوتوا على احسن اغنيه ديال الالترات. وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.